السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الرابع الابتدائي الترم الأول عام الدراسي 2024. أنا إن شاء الله جنرال اكسرسايزز على الدرس الثاني من الوحدة الأولى صفحة 28. هنبدأ السؤال الثالث لأن السؤال الأول والثاني هو نص استماع. السؤال الثالث هنكمل من الكلمات الآتية 5 5 sense اللي هو يعني إحساس، وعندي eyes عيون و ears أذن. هاي منير، أهلا يا منير. What do you think of today's lesson؟ ما رأيك في حصة النهاردة؟ هاي مصطفى، أهلا مصطفى. It's an easy lesson، إن هي كانت أو هي حصة سهلة. As you know we have space senses، هل تعرف إن إحنا عندنا هيبقى عندنا كام حاسة؟ 5، يبقى number 1 هتبقى 5 senses، خمس حواس. Sure, but why do we need them? ليه احنا محتاجينهم؟ Each space has an important job. يبقى كل حاسة لديها مهم. يبقى each sense. Can you give me an example? ممكن تديني مثال؟ Yes, we use our space to see and we use our ears to hear. نحن نستخدم ايه للرؤية؟ يبقى eyes عيون. تمام كده خلصت. بقى إن شاء الله السؤال الرابع وهو سؤال الترتيب kind of food و what و of و enjoy و do you. يبقى ما نوع الطعام الذي تستمتع به؟ يبقى what kind of food do you enjoy؟ ما الطعام الذي تستمتع به؟ ways و some و have و people different to communicate، بعض الناس تستخدم طرق مختلفة للتواصل. يبقى some people some people use shoes have have different ways، عندهم طرق مختلفة to communicate ليتواصل. نخش الصفحة اللي بعد. دي هي كتابة برايل اللي احنا قرناها من شوية. People who cannot space read by using braille. الناس التي لا تستطيع يعني القراءة باستخدام طريقة برايل. يبقى sing اللي هو يغني، hear يسمع، touch يلمس السيارة، يبقى سيارة. السؤال الثاني some people who can't hear are، الناس أو بعض الناس التي لا تستطيع أن تسمع، دول بنسميهم deaf أصم. who invented braille، من الذي اخترع طريقة برايل؟ هو نفس الاسم بس نجيبها من فوق اللي هو لويس برايل، آيات في السطر الثاني boy لويس برايل. how can the blind use braille، كيف يستطيع المكفوفين أن يستخدموا طريقة برايل؟ هنا عن طريق إن هم بيلمسوا الحروف، نجيبها برضو من فوق هنا اي. يبقى رول ذا بيرسون ريدنج كان تاتش ذا دوتس تو فايند اوت وات ذي مين. بعد كده ان شاء الله الباراجراف عن اور ديفرنت سينسز اللي هي الحواس المختلفه الخاصه بنا. مديني هنا هير يسمع، ايرز اذن، سميل يشم، سكين جلد، تيست يتذوق. هنكتب حوالي خمس جمل. مثلا وي have مثلا five senses، نحن عندنا خمس حواس. نستخدم بقى we can كتير، we can hear with our ears، نستطيع أن نسمع بأذننا. We can smell with our nose، نستطيع أن نشم عن طريق الأنف.
we can test with طبعا دخلت جوه with our tongue نستطيع أن نتذوق عن طريق اللسان all these senses are important كل هذه الحواس مهمة أو بطريقة أخرى حضرتك تكتب بيها شكرا السلام عليكم